وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الريحانية عبر الهاتف عفوا من الريحانية المحلل العسكري والسياسي السوري أديب العلاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أديب. بداية، هناك من يرى أن خيارات المعارضة باتت محدودة بعد فقدها الكثير من أوراق القوة، برأيكم إلى أي مدى ترون أن المعارضة لا زالت لديها ما تناور به؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. حقيقة يعني المعارضة لم تفقد الكثير من الأوراق، يعني نحن قلنا منذ البداية أن الثورة هي ليست جغرافيا، يعني المعارضة يعني تسيطر عليها، ولكن الحقيقة الثورة يعني باقية ولا تنتهي بانتهاء يعني منطقة الغوطة وبانتهاء المناطق الأخرى. لكن يعني دعني أقول أن المجتمع الدولي الغير جاد حتى هذه اللحظة يعني اتخاذ موقف سياسي معين اتجاه الثورة السورية واتجاه ما يجري في سوريا، هو الذي يعني يحاول إجهاض الثورة ويحاول الضغط حتى على الشعب السوري. وما لاحظنا من الولايات المتحدة الأمريكية يعني في الفترة الأخيرة أنها تحاول أن يعني تحارب فقط الإرهاب والإرهاب الممثل بداعش، وتحاول أن يعني تلقي بصواريخها على البنية التحتية السورية دون أن تقضي على رأس الأفعى. ولذلك نحن قلنا أن يعني هذا الوضع الذي تعاني منه الثورة السورية هو ليس بخسارة أوراق من قبل يعني المعارضة، ولكن حقيقة هو الضغط الدولي والمجتمع الدولي هو الغير جاد في إيجاد الحلول المناسبة حتى الآن، والذي يعمل لمصلحة النظام أكثر ما يعمل لمصلحة يعني حقيقة الشعب السوري والثورة. بعدما أعلن عن وجود تحركات للمعارضة ومحاولات حثيثة من أجل إعادة الروح لمسار جنيف التفاوضي، برأيكم يعني ما الذي ستقدم هذه المفاوضات في ظل وجود اتفاقيات منفصلة يقوم بها النظام مع بعض قادة الفصائل؟ يا سيدي، يعني نحن نلاحظ ان حتى الضربة الأمريكية من يعني احد اهم اسبابها الظاهرية كما قلنا سابقا هي من اجل الضغط على النظام وعلى روسيا من اجل يعني الجلوس على طاولة مفاوضات معينة وعلى جنيف حصرا، وخاصة بعد فشل سوتشي. ولكن التفاوض مع يعني قادة الفصائل وما تعنيه هو حقيقة ضمن المنهاج التغيير الديمغرافي الذي أمام مرأة وأعين كل المجتمع الدولي، يحاول النظام ويحاول الروس بمساعدة الروس والإيرانيين على التغيير الديمغرافي وعلى يعني حقيقة تهجير يعني ترانسفير حقيقي ما يجري في سوريا على مرأة ومسمع من العالم كله. يعني لاحظنا ما يحصل في الغوطة ولاحظنا ما يحصل الآن في القلمون الشرقي، ولذلك أنا أقول هذا بشكل ممنهج وبتنسيق دولي ويعني مكشوف على أعين كل المتابعين. ولذلك أنا أقول أن ما يحصل لدينا الآن حقيقة هو تهجير حقيقي وترانسفير تقوم به. طيب، بالكلام عن التغيير الديموغرافي وعن هذا التهجير الذي يحصل الآن في مناطق بسوريا، يعني ألا تعتقدون أن بشار الأسد الآن يخدم المصالح الغربية والأجندات الخارجية بتهجيره للكثير من العوائل من مناطق إلى مناطق أخرى، ويسهل الأمر إلى هذه الدول لتقسيم سوريا حسب الخارطة الجديدة؟ يا سيدي، بشار الأسد هو بالأساس يعني عند يعني يخدم مصالح الغرب عندما جاء بالمستعمر إلى سوريا، جاء بالروس وجاء بالإيرانيين وبغيرهم، ويعني هذه منذ بدايات الثورة. ولذلك يعني بشار الأسد الآن أصبح بلا أي